الفطاير الحلوة بدون فرن هنعملها النهارده بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة جدا ببيضة واحدة بس وبكوباية حليب تعملي الفطاير الحلوة دي خفيفة جدا زي الريش وهشة جدا وقطنية وكمان طعمها حلو جدا واحلي كتير من بتاعة الافران أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم الوصفات الجديدة، أول حاجة هنحتاج كوباية من الحليب، الحليب دا يدوب دافي وهنضيف عليه خمسة جرام خميرة، الكيس دا بيكون عشرة جرام هنحط نصه بس ولو هتستخدموا الخميرة العجينة يبقى نص معلقة صغيرة، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر. ونقلب المكونات دي مع بعض كويس وهنحتاج كمان بيضه هنقلبها بالشوكه كده بعد كده نضيفها على الخليط ده ونقلب وهنضيف كمان معلقه كبيره من بشر البرتقال وممكن كمان بشر الليمون او بشر الاستفندي هنحتاج ثلاث كوبايات من الدقيق الابيض العادي دي الكوبايه اللي انا مستخدماها دول ثلاث كوبايات او 420 جرام هنضيف على الدقيق معلقه صغيره ملح ونقلب الملح مع الدقيق كويس جدا. دلوقتي هنضيف الدقيق على الخليط السيل بالتدريج، أنا قسمته لأربع أجزاء، أو ضفته على أربع مرات، نضيف كده شوية الدقيق اللي هنضيفهم ونقلب بالمعلقة. وهكذا لحد ما كمية الدقيق تخلص وكمية الدقيق دي مظبوطة جدا مش هتحتاجوا اي دقيق تاني للوصفة دي يعني مش هتلاقوها طرية فتحتاجوا تحطوا دقيق تاني هي المكونات دي مظبوطة جدا بعد ما نضيف كل كمية الدقيق لو احتاجت العجينة اننا إن نعجنها بايدينا يعني نكمل عجنها بايدينا نعجنها بايدينا مجرد بس ما الدقيق يمتزج كويس مع المكونات كده خلاص هي مش محتاجة عجن كتير بعد كده هدهن الطبق بشوية زيت صغيرين واحط العجينة فيه وكمان ادهن العجينة من فوق بدهنة زيت صغيرة بعد كده اغطي العجينه بغطاء او بكيس او بفوطه واحطها في مكان دافي تخمر لمده ساعه كامله انا بحطها جنب الدفايه بتخمر كويس جدا بعد ما العجينه تخمر هفرغها من الهواء بالشكل ده واحاول اعمل العجينه زي كوره كده بعد كده اقطعها العجينة دي عملت معايا اتناشر قطعة، يعني اتناشر فطيرة، وطبعا حجم الفطيرة بيكون حسب الرغبة ممكن تكبروها وممكن تصغروها حسب ما انتو عايزين، بعد كده هكور العجين ده لكور وأغطيه لمدة تلت ساعة. دلوقتي هشكل الفطاير هاخد كل كوره من الكور دي وافردها زي رول كده بالشكل ده افضل امشي عليها بايدي بالشكل ده هتتفرد معايا بمنتهى السهوله بعد كده هجيب قطعه من ورق الزبده او ورق كراسه رسم يعني دي ورقه كراسه رسم وهشكل عليها الفطيره بالشكل ده هفرد الرول بتاع العجينه كده هفردها بايدي بعد ما عملتها والفها على الورقه بالشكل ده وآجل طرف العجينة وأدخله تحت العجين بالشكل ده عشان ما تفكش مني في الزيت بعد كده في حل على النار هسخن نص كوباية من الزيت الزيت مش كتير بعد كده هوطي النار خالص وأنزل العجينة فيه وأخلي بالي عشان العجينة ما بتاخدش وقت خالص اول ما الاقي العجينه بدات تتحمر من تحت هقلبها على الوش التاني بعد كده هشيل الورقه من عليها وما تخافوش هتلاقي الورقه بتتشال بمنتهى السهوله وممكن اخد الورقه دي واشكل عليها فطيرة تانية بعد ما اشيل الورقه احمرها من ناحيتين كويس اللون بتاعها بيكون ذهبي او بني فاتح شايفين لونها جميل ازاي وما بيكونش فيها اي زيت خالص ما تخافوش تحسوا ان انتم مسويينها في الفرن مش في الزيت وكمان هتلاحظوا ان كمية الزيت ما بتقلش خالص بعد ما اطلعها من الزيت على طول هنزلها في سكر من الناحيتين بالشكل ده ولازم تنزلوها في السكر وهي سخنة عشان السكر يلزق فيها كويس عشان لو بردت السكر مش هيلزق فيها خالص، شايفين شكلها حلو ازاي وكمان خفيفة جدا جدا وكمان من جوه ملمسها وشكلها زي القطن بالظبط وطعمها حلو جدا جربوا الفطاير دي هتعجبكم جدا أحلى كتير من فطاير الأفران وبالهنا والشفة مقدما. وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم